تحيات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يقاسي بكم نفس الشعور. أشكركم سيد رئيس. أولا محمد السيد رئيس عبد المجيد تبون إننا شعب واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تشرفنا وسعدنا بمقابلة السيد رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد وبلغناه التحيات الصادقة من طرف أخيه رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون، وأكدنا على استراتيجية العلاقات وعلى ضرورة المضي بها في آفاق جديدة وفق ما سطره قائدي البلدين، ونحن طبعا نعمل كحكومة على تكريس هذه التوجهات حتى ننتقل بهذه العلاقات إلى الآفاق المسطر لها من اندماج وتكاملية، وخاصة من استراتيجية في التعاملات وفي تعميق كل مجالات التبادلات بين البلدين الشقيقين، بين الشعب الواحد الشعب الجزائري والتونسي. طبعا كل الملفات مطروحة على طاولة الدراسة، ونحن قد قطعنا أشواطا كبيرة من أجل وضع هذه الملفات في مرحلتها النهائية، وهي تخص كل القطاعات الاقتصادية والتجارية من طاقة وصناعة وتجارة وكل الميادين، أشغال عمومية كذلك، يعني فكلها بروتوكولات إن شاء الله سوف تعرف إمضاء عليها خلال زيارة سيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الأيام المقبلة، ونحن هنا للتحضير الجيد لهذه الزيارة، وسوف يكون الإمضاء على كل هذه البروتوكولات إن شاء الله خلال الزيارة السامية التي سوف يقوم بها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.